عاما تلو عام يستمر مكتب فضائية نورسات في الأردن بالعطاء والمحبة، فمنذ تأسيسه أخذ على عاتقه مسؤوليته الإنسانية والاجتماعية إلى جانب مسؤوليته الإعلامية، حيث بمحبتكم كبر الإنجاز وبدعمكم سيكبر العطاء. ويسرنا في هذا التقرير أن نقدم لحضراتكم أبرز إنجازات نورسات الأردن خلال عام 2017. إن تحدياتنا مشتركة، فلابد أن تكون حلولنا مشتركة أيضا. احتفلت الكنائس الكاثوليكية في الأردن بعيد الغطاس في موقع معمودية وقدم الأرشمندريت كريستوفورس عطا الله الرئيس الروحي للدير نبذة عن المشروع ومحتوياته، حيث توجه سيادته حاملا الشعلة. تتوالى الأعوام حاملة بين طياتها أحداثا كثيرة. المكتب الإقليمي لفضائية نورسات في الأردن ومنذ تأسيسه وهو يعمل على تغطية النشاطات والأحداث سواء الكنسية منها أو الاجتماعية، ويسعى من خلال رسالته وأهدافه التي تبناها عن الفضائية الأم إلى نشر المعرفة الحقيقية كوسيلة لترقي الإنسان ونبذ التعصب والانفتاح على الآخر وترسيخ فكرة السلام والعمل من أجلها وإتاحة فرص الطلاق بين الناس على اختلاف أجناسهم ومعتقداتهم. أننا في الأردن حين نريد نفعل. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني. خلال العام المنصرم تنوعت التغطيات الإعلامية التي عمل مكتب نورسات الأردن على تنظيمها أو كان له مشاركة فيها، ومن أبرز هذه النشاطات التي تعمل عليها فضائية نورسات في الأردن التنظيم السنوي للصلاة من أجل وحدة المسيحيين. فللسنة السادسة على التوالي نظم المكتب صلاة الوحدة بحضور رؤساء وممثلي الكنائس الرسولية في الأردن مصلين معا في كنيسة مارشربل للموارنة من أجل أن تتم هذه الغاية وتتحقق. كما يعمل المكتب سنويا على تغطية الصلوات الخاصة بعيد الغطاس محتفلين مع جميع الكنائس الرسولية في موقع معمودية السيد المسيح المغطاس. فنورسات ستبقى بعون الله نورا للعالم ودليلا على درب الوحدة المسيحية الكاملة. وبرعاية من مكتب فضائية نورسات الأردن عقدت للسنة الثالثة فعاليات الدورة التدريبية في الموسيقى البيزنطية بإشراف المرنم الأول على الكرسي الأنطاكي بشير الأسطى. كما عمل المكتب على تغطية صلاة وخدمة الشكر المشتركة بين الكنيستين الكاثوليكية واللوثرية التي أقيمت بعمان، حيث جاء هذا الاحتفال كشكر للتقارب الذي تم بين الكنيستين الكاثوليكية واللوثرية بفضل 50 عاما من الحوار المسكوني. وتأتي هذه الدورة التي حضرها الأرشمندريت بسام شحاتيت النائب الأسقفي لمطرانية الروم الملكيين، يأتي هذا الاحتفال كشكر للتقارب الذي تم بين الكنيسة الكاثوليكية واللوثرية بفضل 50 عاما من الحوار المسكوني. كما قام مكتب نورسات الأردن بتغطية خاصة لتعيين المطران ويليام الشوملي نائباً بطريركياً للاتيني في الأردن، بالإضافة إلى حفل الاستقبال وقداس الشكر الذي أقيم من أجل هذه المناسبة. ويعمل المكتب سنوياً على تغطية الاحتفالات والأمسيات الخاصة بالأعياد الدينية منها والفصحية، كما وقام بتغطية خاصة لاستقبال النور المقدس القادم من القدس حتى وصوله إلى الأردن وإرساله عبر مطار الملكة علياء الدولي إلى لبنان. حيث توجه سيادته حاملا الشعلة إلى كنيسة دخول السيد إلى وشارك أيضاً باحتفالات المجموعات الكشفية والمؤسسات الدينية، منها احتفال مجموعة كشافة ومرشدات اللاتين الشمالي في الزرقاء بيوبيلهم الذهبي لتأسيس المجموعة، واحتفال كنيسة القديس يوحنا دي لاسال الفرير بيوبيلهم الذهبي، واحتفال جمعية الكاريتاس ب50 عاماً على تأسيسها في المملكة،
والاحتفال باليوبيل الفضي على تأسيس الفوكولاري في الأردن. ونحن في الأردن كل يوم نجعل المستحيل ممكن. احتفلت رعية كنيسة القديس يوحنا دي لاسال فرير في عمان باليوبيل الذهبي لكنيستهم. نحن صخرة وخميرة، نحن صخرة تؤثر للمسيحية، صخرة تقوى على الصعوبات والتحديات. وبمناسبة مرور ربع قرن على وجود هذه العائلة في الأردن، أقيم قداس احتفالي بعمان ترأسه المطران مارون النعم. ومن الأحداث البارزة أيضاً الزيارة التاريخية التي قام بها قداسة البابا فرانسيس إلى مصر، حيث واكب مكتب فضائية نورسات الأردن بالصوت والصورة وعبر التقارير الإخبارية تغطيته لهذه الزيارة المباركة وتواجده في قلب الحدث. حظيت هذه الزيارة التاريخية باهتمام إعلامي محلي وعالمي، كما ازدانت شوارع مصر بالكثير من اليافطات الترحيبية، كما قام بتغطية خاصة للاحتفال الذي أقيم بوضع حجر الأساس للمركز الأرثوذكسي التابع لدير دبين، والذي أقيم ببركة من البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين، وبرعاية سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الخاص لجلالته. حضر حفل الافتتاح المطران منيب يونان مطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة. كما يعمل مكتب نورسات الأردن على المشاركة في الاحتفالات الرسمية وتغطية الأحداث الوطنية، حيث عمل المكتب على تغطية موسعة لأعمال القمة العربية 28 التي عقدت في منطقة البحر الميت بحضور معظم القادة العرب ومشاركة ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية، وترأسها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، بالإضافة إلى تغطيته للانتخابات البلدية واللامركزية ومشاركته في حفل استعراض العلم ورفع الراية بمناسبة الذكرى المئوية للثورة العربية الكبرى وعيد الجيش. شهدت كافة مناطق المملكة يوم الثلاثاء الماضي إقبالا من المواطنين على مراكز الاقتراع لانتخاب رؤساء وأعضاء البلديات، وعبر بث حي ومباشر على فضائية نورسات قام مكتب الأردن بنقل الحدث الأكبر على مستوى المملكة، وهو مهرجان وتد الذي نظمته جمعية دار الكتاب المقدس، بالإضافة إلى مشاركته في المؤتمر الإعلامي الثاني والذي عقد في بيروت للعمل من أجل إعلام مسيحي موحد. وبتنظيم ورعاية سنوية من المكتب، أقيم للسنة الثالثة بازار الرحمة الذي يأتي بالتعاون مع شبيبة الأردن للدراما المسيحية، حيث ضم أكبر مغارة ميلاد في الأردن، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات والنشاطات التي يتميز بها البازار كل عام. وأشكر أيضا حضوركم إلى هذا المكان ودعمكم للبازار. ولا يقتصر دور المكتب على التغطية والرعاية الإعلامية فقط، بل يعمل على إنتاج برامج وأفلام وثائقية ودينية مميزة، منها إنتاج فيلم كلمة العذراء وخدمتها في البلقاء، والذي يتحدث عن حياة القديسة ميري ألفونسين في السلط لمدة عامين، وبرنامج بعنوان الصمت يتكلم، بالإضافة إلى سلسلة حلقات بعنوان كنيستي
قام المكتب فيها بتسليط الضوء على الكنائس الموجودة في المحافظات الأردنية. بفتخر إنه هي بنت مقدسية. الصمت يتكلم، برنامج يؤرخ التفاصيل والأحداث عن يا كنيسة يا مجيد. وأيضا إنتاج برنامج بعنوان قامات وطنية يظهر فيه شخصيات لها دورها البارز في الحياة المجتمعية. إن الرسالة الإعلامية وعبر جميع الوسائل المتاحة لنشر المعلومة تبقى رسالة سامية، ويجب أن تحافظ على مضمونها المتجرد من التعصب والتمييز، وأن تبقى ملتزمة ومحايدة، فالهدف هو إيصال المعلومة الصادقة للجمهور وتطوير المجتمع وخدمة الإنسان.